التوبة تحتاج إلى انقلاع وتحتاج إلى تدارك. الآن الإنسان صمم على التوبة، أراد أن يخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. إلهي ألبستني الخطايا ثوبا مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. الإنسان يريد أن يخرج من هذا الذل إلى ذلك العز، يحتاج إلى تدارك ويحتاج إلى انقلاع. هذه الديوانية التي يعصى الله تعالى فيها بالغيبة، مو ضروري أن أذهب إلى هذه الديوانية. هذا الصديق الذي يقودني إلى جهنم، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الخليل الذي يقودنا إلى النار، يجب أن نجتنب هذا الخليل، إما أن نصلح هذا الخليل وإما أن نجتنب هذا الخليل. السيد القمي رحمة الله عليه كان يقول أنه أنا حاضر أن أذهب إلى صديقي إلى كل مكان، ولكن أنا مو حاضر لأجل صديقي أن أدخل في نار جهنم. بعض الأصدقاء يقودون الإنسان إلى جهنم، واحد يقطع علاقته مع هؤلاء الأصدقاء. الديوانية التي يغتاب فيها المؤمنون، أنا إما أن أصلح هذه الديوانية وإما أن أقاطع هذه الديوانية. الصديق الذي يجرني إلى المنكر، إما أن أصلح هذا الصديق وإما أن أقاطع هذا الصديق. الصلوات التي في ذمتنا، كثير من الشباب الذين كانوا بعيدين الآن في ذمتهم صلوات. النوافل نعم الشيء، النوافل نعم الشيء. صلاة الليل نور القبر، تزيل وحشة القبر وتزيل ظلمة القبر، ولكن أول ما يسأل منه العبد فرائض. كم صلاتك في ذمتك؟ واحد يبدأ بقضاء الصلوات. أحد العلماء كان يقول أنه إذا واحد حقيقة كلمة جميلة والتفات لطيفة، كان يقول عندما أذهب إلى الحج وأعمل الأعمال الواجبة، أفضل عمل بعد أداء الأعمال الواجبة في الحج أو في العمرة ما هو؟ ذهبت إلى العمرة وذهبت إلى الحج، أفضل شيء بعد ذلك شنو هو؟ أن تطوف حول البيت طوافا مندوبا؟ لا. أن تصلي نافلة في مقابل الكعبة؟ لا. أن تجلس في قبال الكعبة وتنظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا. أفضل شيء كان يقول عندي، وحقيقة هو كذلك لأن هذا مستفاد من الأدلة الشرعية، أنه تصلي صلواتك الفائتة، هذا أفضل عمل. شنو عندك قضاء؟ صل في بيت الله الفوائت التي في ذمتك، هذا أفضل عمل عند الله تعالى. الإنسان الآن يشوف شنو أكو عليه، شنو أكو عليه من حقوق الله، شنو أكو عليه من حقوق الناس، يفعل هذه الأشياء، ينقلع ويتدارك. السيد الصدر رحمة الله عليه الذي توفي قبل سنة يمكن في قم، هو قال لي لشبهة عرضت لي، أنا أعد صلوات 15 عام لشبهة عرضت له في صلواته أنه لا تكون صلواته غير مرضية لله سبحانه وتعالى. أعاد صلوات 15 عام. شو الإشكال؟ إذا واحد حقيقة عند إشكال في صلوات، إذا عند شبهة مو محاسب أمام الله. يعني حقيقة إذا واحد ما يعلم صلوات الفائتة كانت صحيحة أو باطلة، الله امتن على عباده ووضع قاعدة أصالة الصحة، إن شاء الله أقول كانت صحيحة.
ولكن إذا أكو هنالك خلل في الصلاة أو إشكال في الصلاة، واحد يعيد صلوات حتى لا يكون مؤاخذا أمام الله ولا يكون محاسبا أمام الله سبحانه وتعالى.